في هذه المقبرة بودره وفي ولاية غليزان تقيم عائلة فقيرة في بيت مهجور من خلال هروبها إلى مدينة الموتى وتكسير قدسيتها لتجد نفسها لاجئة وسط الأموات وتستقر فيها منذ 10 سنوات كاملة في صمت وكأنها في عالم آخر معزولة عن أعين المجتمع المدني ومؤسساته. راني ساكن في وسط المقبرة، راني ساكن في المقبرة هنايتك، كل واحد يقول لي الله يقويك، راك قاعد في وسط المقبرة نتاياتك، الله غالب ما سمنا كي نديرو. في 10 سنين وأنا ساكن هنايا، وراني جيت من حد السكالة، وحاوجوني الإرهاب، قالوا لي ما تقعدش هنايا، وإلا قعدت هنايتك عمرك تحاسبك. 10 سنين وأنا ساكنة في هذه المقبرة هنايا، كل يوم طالعة منها خارجة، عييت والله لا عييت، الخمسة تاع العشية نجي داخلة عليها الخوف، والله لا الخوف المغرب، كون ماشي بابا راه يلقي لي كرهم، ما على باليش كره شصرا فيا. العائلة تصرخ في وجه غفلة وتهميش الجميع، وتعلن عن مأساة استمرت ل10 سنوات. راني مغبون، غبينا كحلة راني مغبونها، الله غالب. راهم عندين مرأة مريضة. ولادها مرضى، عييت كيما ندير، راها عندها 9 سنين وهي والله ما غير حباب ربي، راهم رافديني مو كراني ذات، لا غالب. شي خطرات نمرض من هاد البلاصة، والله ما طقت، ساكنين في مقبرة، مقبرة داير بك الموتى، تخاف والله لا تخاف، داير بك من كل جهة وطري، كي نجيو طالعين ندخلوا في وسط المقبرة، طريقنا هي وسط المقبرة برك. وأنت تدخل هذه المقبرة تشعر بالرعب والفزع. خصوصا في الليل، فكيف هو حال هذه العائلة التي تقيم دوما بداخلها؟